الغرزة بسيطة جدا، وزي ما قلت لكم هي غرزة حشو، بشتغل في الجانب الأمامي دايما. على حسب الإبرة اللي انت هتستخدميها هيطلع السمك بتاع الغرزة، ولكن الخيط هو ده الخيط اللي انا استخدمته فيها، وعملته بإبرة كانت متوسطة، لأن البوز لما بيكون ضخم طبعا بيساعد ضخامة الخيط اللي هي موجودة سلفا ان هي تبرز، فأنا استخدمت الخيط ده. نعمل زي ما انتم شايفين غرزة حشو، وبعدين من ظهر السلسلة بناخد الغرز وطبعا ده غرزة حشو، واغلبكم يعرف الصف ده في غرزة الحشو، وسهل جدا. التركية كالآتي: برتفع سلسلة وبلف الشغل، وعند الطرف الامامي من السلسلة اللي هو اللي بره ده مش اللي هو ناحيتي، اوكي، وبدخل اسحب، يبقى معايا اتنين على الابرة، واسحب واطلع منه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين انه انا اشتغلت في الجزء الامامي بس، الجزء الخلفي كل مرة بسيبه فبيكون لي الشكل الجميل اللي انتم شفتوه في الصورة.